المحلية الحضور تاعي. سعادة الرئيس كيديني بخصوص النقطة الأولى، قدمنا إعادة تصويت، قدمناش إعادة دراسة. نعم. إني في الحقيقة اليوم سعادة الرئيس بكل صراحة، إحنا ما محتاجينش نناقشوا لا نزعة الملكية ولا المحوادة ولا شيء من هذا القبيل. إحنا رانا نعيشوا أزمة، لا أغلبية قادرة على التسيير، لا معارضة قادرة على التسيير. أنت عارف أنا مش جيت الاستدعاء غادي نعرف. تراك عارفها هذه. راك تكتبوا عليها فيسبوك بلا راه كاينه المعارضه وخرجوا يعني كاين ما غاديش يصوتوا خرجوا باستخلاصات وكل شيء راهم عارفين علاش ما شوش هذا يعني عارف نفس السيناريو يعني حنايا رانا نعيشوا واحد الازمه خصنا يعني نلقاو واحد الحل لهذه الازمه هذه يعني انتم كمعارضه او كاغلبيه ما استطعتوش تسيروا المجلس يعني اكثر من سنه حنايا كمعارضه ما استطعناش نسيروا المجلس يعني رانا في واحد الازمه كبيره سعادة الرئيس لو كان نجيب لي القران هنايا حنايا 10 الاعضاء والله العظيم حتى نعارضوا والسبب تعرف السبب لانك انت كتفكر في المصلحه ديالك حنايا كنفكروا في المصلحه ديالنا ما غاديش نوصلوا لشي نتيجه يعني اثبتنا وبالملموس والواضح ان يعني حنايا كاعضاء وانتم كنكتب وحنايا كمعارضه يعني ما استطعناش ندبروا المجلس الجماعي زيد على ذلك حتى السلطه المحليه والسلطه الاقليميه السنة والمشاكل كاينين في المجلس وهي كتفرج وبالتالي فقدنا كون أرسلنا مدينة تدريب شي للجحيم والسلام عليكم. شكرا.